دعا لقاء قبلي لعدد من أبناء قبيلة دهم بمحافظة الجوف إلى اجتماع موسع للنظر في اعتداءات ميليشيا الحوثي على قبائل المحافظة، وجدد المجتمعون دعوتهم إلى صلح عام بين عموم قبائل دهم لمواجهة المخاطر والاستهداف المتكرر للقبيلة، ودعا المجتمعون إلى تشكيل لجنة تمثل كافة أبناء قبائل دهم والتحرك لدى قيادة الدولة والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم تحرير الجوف. وقال الشيخ عرفج بن هضبان إن الاجتماع جاء لنبذ الفرقة ورص الصفوف بين عموم قبائل دهم ليكون للقبيلة رأي موحد وأن يأخذ الدروس الكافية من السنين العجاف. وشدد هضبان على أهمية ألا يجير موقف قبيلة دهم لصالح حزب أو طائفة مما يضعف دورها القبلي في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، وأكد أن من نزحوا من قبائل دهم سيعودون بإذن الله منصورين لمنازلهم وقد طردت الميليشيا من محافظة الجوف. نوجه هذه الكلمة من هذا المنبر على قبائل دهم، التوحيد ورص الصفوف وإعداد العدة والتماسك والتناصر والتناصح، وعليهم أن يعلموا من هذه السنين العجاف الذي مرت عليهم يأخذوا الدرس الكافي، وأعتقد أن الدرس شامل وكافي. هذا هو الهدف الأساسي، وفوق ذلك لا نريد مواقف دهم أن تصبح كما كانت تجير لحزب أو جماعة أو طائفة كيفما كانت، بل تنبع من أسلاف وأعراف وأهداف قبائل دهم الأبية. المؤتمر هذا لا يمثل لا نوفي ولا شيء، يمثل رجال دهم كلها على طوائفها. هذا في عز دهم وحدتها وصلحها وصلاحها ولحمتها، هذه عز لهم ونصر. وهذا الملقى الطيب ملقى دهم، وبيض الله وجيههم، واحنا ان شاء الله قايمين ومترابطه على الرافضه الحوثيه، ان مستعدين للحرب، وان شاء الله احنا عقرهم الا ندخل صنعاء ان شاء الله.